استنى في جندي عاجك حالك يا عبد القادر. شنو التليفون؟ شنو التليفون؟ جهاد قطع من قدامك. وعندك قوة. بلاش رين كيما كيما خلص استنى زي ما انت. اجوا دخلوا هان وفتشونا ورفعوا ايدينا وفتشوا المحل ودخلوا على المكتب جوا وهيك وايش زي شافوا السيارات صاروا يسالونا على اسمينا واعمارنا واجوا هان قاعدوا يسالوا فينا واخذوا علم اخذوا علم فلسطين وفتحوا هذول من هان بدهم مش خلوا شيء حكوا لكم شيء حكوا لنا خليكم شغلكم ما حدش يطلعوا وبدنا نتجمع لما اجوا هان اول ما اجوا ما طلبوا شيء يعني لا لا بس تفتيش هان والسيارات سألوا عنهم فتشوا المحلات حكوا لنا خليكم هم ما حدش يجي تجمعات في قلب مدينة رام الله وحيث ضمن نموذج لما يحدث الحقيقة في مختلف المناطق الفلسطينية في القشرة الغربية نشاطات عسكرية ما يحدث هنا سلسلة مداهمات واقتحامات وحتى سقوط شهداء كما حدث يوم أمس مرات يفترض أنها سيادية للسلطة الفلسطينية اقتحامات لمناطق ألف وباء والحل جانبين لا نعرف طبيعة النشاط العسكري.